السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الاحوال طيبه، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. معكم دائما موسى من مجرات سكينه اللي اختصاصنا بيع الذهب 18 كاره، وكنديروا التوصيل لجميع المدن المغربيه. حنا كنتواجدوا في مدينه ميدلت قيصريه لأون فاس المركز الثقافي. بالنسبه للمحل كيتواجد داخل القيصريه ماشي خارج القيصريه، هذا بالنسبه للناس اللي غادي يجيو للمحل. حنا كنتواجدوا داخل القيصريه ماشي برا القيصريه، اللي غادي يجي يدخل من باب لأون فاس المقهى المنظر الجميل، يدخل تيبان لكم الباب ديال المحل او البلاكه ديال مجوهرات سكين. الاخوات السلام عليكم جميعا، مرحبا بكم، الف مرحبا، نحييكم جميعا على الحضور ديالكم في الوقت. اخت لبنى عليكم السلام ورحمه الله، ام الرجال عليكم السلام ورحمه الله، الاخت احلام الورده اللي هي حنان عليكم السلام ورحمه الله، كنحييكم جميعا، كنحيي جميع المتتبعين ديالنا فين ما كانوا، سواء داخل المغرب ولا خارج المغرب، كنرحبوا بهم. شرفتونا صراحه بالحضور ديالكم. راه كاين الجديد البنات، لا في الهميزات ولا في السلعه الجديده، خلاص راه دخلنا شي حاجه جديده. حاولوا تبقوا معنا في اللايف، كاين شكيلات اللي زوينين تبارك الله، شي حاجه فينا، حاولوا تستمروا معنا في اللايف. راه كاين الهميزات بالنسبه للناس اللي تنتظروا الهميزات، راه كاينين السلعة اللي مستعملة بالثمن ديال الهميزات راه موجودين، وكاين السلعة الجديدة عاوتاني بالثمن ديالها. صافي البنات، الله يعطيكم الخير، يكفي فقط تعطيونا شوية البارطاج فضلا وليس أمرا. مشكورين على المجهودات ديالكم جميعا. ماريا السهلي، عليكم السلام ورحمة الله أختي ماريا، مرحبا بك ألف مرحبا. خويا احمد عليكم السلام ورحمه الله، شرفتينا بالحضور ابو احمد، الله يخطيك، مرحبا. اختي احلام الورده، الدبليج ديال الورده لا غيوصلني حتى الغدا، عبيش وصلني دابا، كاين ديال السويري، مي بالنسبة ديال الوردة راه خلاص موصي السيد صيفطو ليا حتى الغدا ان شاء الله، الا كتب عاد باش يوصلني، ما صيفطو ليا مع واحد الشركة ديال الارساليات، اما يوصلني غدا العشية ولا ثلاث الصباح، في كلا الحالات خلاص راه تتواصل معايا في الواتساب، غير يوصلني عاد نصورو لك. سناء مرحبا اختي، كاين مبروم في الهميزات، كاين واحد اللي كاين في الهميزات. يلا الاخوات اللي يعطيكم الخير، زيدونا شويه البارطاج باش نبداو اللايف ديالنا ان شاء الله. بغيت شوبار مستعمله، شوبار مستعمله اختي ريتاج، كاينه اختي، وريني بالتعليقه ديالها السلسله والتعليقه. اختي ريتاج راه كاينه شوبار مستعمله، وليني راه تمشي مع التعليقه ديالها. نينا بناني عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك الف مرحبا. بيت شوبار في الهميزات، مرحبا اختي ريتاج، داكشي اللي قلت لك راه كاينه، ولكن تمشي مع التعليقه ديالها، ما كتجيش بوحدها، حتى التعليقه ديالها راه زوينه تبارك الله، راني شي حاجه فنه وبلديه، خدمه متقونه، الا بغيتي تفوزي بهم راه الثمن مناسب. زينب تمسماني، اختي زينب عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك الف مرحبا. تمسماني التسميه ما خافياش عليا، خلاص يلا صيفط وقيله واحد الكوموند بسميت ديال تمسماني لمدينه طنجه. كنحييك على الحضور ديالك اختي اسيا، عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك والف مرحبا. مرحبا اختي ريتاج، راه كاينه هنا ندوزها في اللايف غيبقي معايا، راه السلسله ديال الشوبار مازال تبارك الله نقيه، راه ما تلقاهاش حتى في الجديد بهذا الثمن هذا والنقا ديالها. صافي البنات، زيدنا شويه البارطاج، مازال خصنا شويه البارطاج الله يعطيكم الخير، باش منين نبداو دقه واحده. راه كيف قلت لكم كاين الجديد في السلعه الموديل، يعني سلعه جديده، وكاين الجديد حتى في الهميزات، كاين ستريت لاس، كاين براسليات، وكاين دبالج، وكاين واحد الخاتم اللي تبارك الله ملكي، ها هو خلاص، ها هو تيحييكم، ها هو فين هو، راه شي حاجه فنه ديال حريم السلطان، شي حاجه واعره.
اختي ورده مبروك عليكم. السلام ورحمه الله، مرحبا بك والف مرحبا. اختي ماريا تجيب لك اختي انصم الواه مليون ونص، راه تجيب لك ان شاء الله. اختي فاطمه الله يخطيك، الله يعطيك الخير، الله يخطيك، مرحبا بك والف مرحبا، ومشكوره بزاف على الكومونتير الزوين ديالك، كنحييك بزاف. خويا ادم الجناتي مرحبا بك اخويا، عليكم السلام ورحمه الله اولا، ومرحبا بك والف مرحبا، وعليكم السلسله ديال ديما. مرحبا خويا ادم، موجودين السلاسل ديال ديما كاينين على الجهد، انا نوري شي وحدين، ويلا بغيتي دوز عندي بالنمره 06151561، هي اسهل نمره، ورا نصور خويا لي موديل عندي موجودين، راه تا الشكل الجداد يدخلوني في السلاسل ديال ديما. درت لك البارطاج كثير انا من وجده. اختي مرحبا، مرحبا والف مرحبا، حيت دخل عندي فيسبوك ديال حمادو، كنحييك اختي وتنحيي الناس ديال وجده والناس ديال الجهه الشرقيه كاملين، الناس اللي عمر هذا ماشي حلقات المستعمر. اختي لبنى مرحبا، راه كاينين عندي ولكن تيجيو راسقين على الودن ماشي اللي طوال. صافي اختي نحاول نجاوبكم على ما تزيد دخلوا شويه هذا باش منين ننطلقوا راه ما نقراش لي كومونتير. الله يعطيكم الخير، متاسف لكم. اللي بغات شي حاجه ولا تسولني على شي حاجه مرحبا بها، دوز عندي الخاص تسولني في اي حاجه، ما عندهاش المشكل، سوا دات الله يسخر لها، ما داتش الله يسخر لها، جوج حويجات ما يوفق. الله يعطيك الخير اختي ام كلثوم، ام كلثوم كنظنها، مرحبا اختي، الله يعطيك الخير، اللي يوفقنا ويوفقك للخير. صافي البنات نبداو على بركه الله، نبدا لكم الحويجات ديال الموديل. صافي البنات الله يعطيكم الخير، على ما يدخلوا الناس كاملين باش يشوفوا لنا الهميزات. صافي البنات الله يعطيكم الخير، بيشوفوا الهميزات. ها انتم البنات كاين هاد السريت هذا ديال المخرم، دائما بالنسبه للمخرم ولا البلدي راه دائما غادي يكون حاضر بجهد الله. صافي البنات حيت المخرم هو اللي خلاص يطلبه ليا بزاف وعنده واحد الاهميه بزاف. ها انتم البنات، ها انتم بالنسبه للسريت المخرم شي حاجه فنه، اللي بغات شي حاجه ما بانتلاش مزيان تحاول عاد دوز عندي للخاص، راه نصورها لا فيديو تشوفها مزيان والله يسخر لها. كاينه السريت المخرمه ديال ثلاثه د البراسليات تيجيو دائما مدوبلين من الداخل، كي كتشوفوهم تيجيو هادو مغلفين من الداخل، يعني راه مدوبلين، الثمن ديالهم دايرين شي 15000، لا عفوا مدغرتلي في الثمن ديالهم، كنعتذر منكم انا ندير لكم الثمن 15900، هادو 16900 درهم كنظن، ستاشر ألف وتسعمية درهم البنات بالنسبة لهاد السرت اللي دوزتكم دابا، ستاشر ألف وتسعمية درهم. هاهي كنعتذر منكم على هاد الروطا خارج عن إرادتنا، ستاشر ألف وتسعمية درهم بالنسبة للثمن ديالهم. هانتوما البنات شي حاجة فنة تبارك الله، شي حاجة زوينة، هانتوما سرت لها مخرمة ديال ثلاثة، وعندي حتى السرت لها هميزات، هما ثلاثيات هميزات، من اليوم راه جبت لكم يعني الهميزات على الجهد، شي حاجة فنة تبارك الله. ها انتوما كاينة السرت لها ديال ثلاثة، كاينة اختي كاينة، صافي البنات كاينة ديال ثلاثة كاينة، كاينة اختي جابر كاينة موجودين، غيبقي معايا في اللايف، وعطينا شوية البارطاج الله يعطيك الخير. وراه كاين موجود الخير بقاو معنا. هانتوما البنات هادي ديال المخرم، شي حاجة واعرة تتجي من الداخل ديالها مدوبلة أولا كنقولو حنا مغلفة من الداخل، أولا عندها لاباط، كل واحد شنو يسميها، هادي التسميات المتداولة في المجال ديال الذهب. هانتوما البنات تتجي مغلفة، صرت لها زوينة. بالنسبة للقياسات راه كاين 5.9، كاين 6 سنتيم، كاين 6.2، كاين 6.3. صافي البنات الناس اللي عندهم مشكل في القياسات في هاد السرات هكا راه كاينين، فقط يكفيكم دوز عندي الخاص وتواصلوا معايا، ومرحبا بكم الف مرحبا. كاين هاد النبله كتجي لها تشكيل عصريه وزوينه تبارك الله، هادي راها هميزات على سوم 645 درهم، فيها 8 غرام على سوم 645 درهم، جات 5160 درهم. كاين شي سرت لها قياس كبير مستعمل، كاين اختي كاين، ابقي معايا اختي جابر مرحبا، الله يعطيك الخير اختي ابرار الله يخطيك، كنشكرك بزاف. 8 غرام في 645 درهم، جات 5160 درهم. هي عطيونا شويه بارطاج البنات، كاين شي حويجات اللي هما زوينين تبارك الله، والثمن راه في المتناول، راه عوض ما مشيت تاخذوهم في هذا في جديد بالموديل، ها هما بالغرام وشي حاجه فنه. 8 فاصله عفوا 8 لصقه مضروبه في 645 درهم،
جات 5160 درهم. النباله تبارك الله مازال كي كتشوفوا الوجه ديالها ما فيها حتى الخداشي، ما فيهش شي حاجه نقيه. الداخل ديالها شوفوا ديك الداخل ديالها ما فيه زعما ديك العوجه ولا. هانتوما اللي بغات شي حاجه تحاول ديزاين ديال الخاص، ملي ندير لها فيديو يبان لها كلشي ولا يسخلها. هانتوما البنات هنا فين خزنوا فلوسكم، هادو ميزات فين خزنوا فلوسكم. الميزان ديالها هو فين هو 8. ديروا السكرين اللي بغاتها، القياس ديالها 5.7، القياس ديالها 5.7. مرحبا اختي دريس التواري، مرحبا. انا نوريك اختي، ابقي معايا في اللايف وراه مرحبا بك. يبقى معايا راه تمشيكم وحده وحده، شويه موديل شويه هنيزات، باش حتى اللايف يكون شي شويه مقبول. كاينه تسريت لها هذه جديده، هذا موديل جديد، شي حاجه واعره تبارك الله. 16100 درهم، 16100 درهم. هذا في الطروات دي وجايه الخدمه زوينه تبارك الله، شويه الطروات دي شويه السامبل. هذا اخر ما كاين في الديكورات ديال البراسليات، ثلاثيه واعره تبارك الله، كيحمق. هانتوما شوفوا الداخل ديالها تجي مغلفه، هانتوما شوفوا الخدمه كي دايره نقا تبارك الله، شي حاجه اخر ما كاين في الطروات دي. هانتوما الناس هذا صحيحه، ما كاينش حاجه سميتها تلواط لا عواج لا كولا. هاد اللبسه تجي واقفه في اليد، الثمن ديالها 16100 درهم، 16100 درهم. اللي بغاتها دوز عندي الخاص، ندير لها فيديو شوفها مزيان وتاكد بلي راه زوينه وعصريه بزاف ماشي شويه. حنا تجاوزنا الستيل ديال الطروات ديال تيجي اوفال ولا تيجي بومبي ولا، هذا الشكل زوين تبارك الله، تيجي بحال الكارتي، الخدمه ديال الكارتي تجي معناتها الجناب كي دايري شي حاجه ديال الطروات دي. هانتوما ضروري تيكون اختي الذهب القديم ضروري تيكون رخيص ضروري. اختي من نعمة الله، الله يعطيك الخير اختي، دخل عليك بالصحة والسلامة وطول العمر ان شاء الله، ونتمنى تلبسيهم ان شاء الله بصحتك والسلامة وطول العمر والصحة والرزق وكل شيء. الله يعطيك الخير اختي، شكرا بزاف على الكومنتير الزوين الصراحه، وخا نشكرك بزاف يعني ماشي نستاو في الحق ديالك. والمقصود ولا المضمون هو انها وصلت الحاجه وعجبك ودنا الاعجاب ديالك، هذا هو المضمون. ملي تصيفط لي ميساج تقول لي راه وصلتني الكوموند وزوينه وعجبتني، راه الا فرحتي انت واحد النسبه ديال 80%، حنا تنفرحوا النسبه ديال 99 ولا 100% باش تكون على بالك. حيت الا وصلت الحاجه وما عجبها شي كتسمى بحال ما درنا والو حنا، خصوصا فهاد الشيء الهميزات راه تنديروا الماكسيموم ديالنا باش نعطيكم شي حاجه اللي نقيه وزوينه وتلبسيها وتكوني انت مرتاحه، ماشي ديري شي حاجه وانت مكلفه عليك. نطلب الله لا يحاشمنا، الله يعطيك الخير، الله يعطيك الخير اختي، شكرا بزاف. بالنسبه للاخ اللي قال لك خرجتو على الحرفه، ما فهمتش اللي خدام على راسو تيخرج على الحرفه، راه اللي يخرج على الحرفه هو اللي تيمشي يضيع شي حاجه ولا تيبيع شي حاجه مغشوشه ولا هذا، ولا تيقول تيخرج على الحرفه. راك تكومونتي في كومونتير اللي هو لا اخلاقي بعدا. الناس الحمد لله تيكومونتي بكومونتير زوين تيعبروا على المستوى ديالهم، حتى الله يعطيك الخير حاول تسحب الكومونتير ديالك اللي ما عنده حتى علاقه ب داكشي اللي كنديروا حنا. الا عندك شي حسابات مع شي واحد اخر سير نقشه معاه في الباج ديالو، الله يعطيك الخير. الحمد لله تنبيعو بنزاهه وبشفافيه ومصداقيه، ما تنغشو حد. اللي تيطلب غرامات تنعطيهم له، اللي يطلب تنعطيهم له. هذا هو هذا هو سر المهنه ولا قانون المهنه ولا ما عرفتش كي تحسب انت. سير اخويا الله يعطيك الخير، شوف شي بلاصه اخرى استرح فيها. 16100 درهم صافي، الله يعطيكم الخير. 16100 درهم كنظن وقيلا ما تستحقش نعطيو اكثر من هاد الوقت اللي عطيناك. نرجعوا للمقصود باش ما نكثرش هضره على الناس. يلا البنات يعطيكم الخير، حاولوا تزيدونا شويه البارطاج، تنساليكم على البارطاج باش بحال هاد الطفيليات هادو كاع ما يبقاو بلاصتهم عندنا هنايا. هانتوما البنات البراسليات ديال دوك ليبرا شي حاجه واعره تبارك الله. هانتوما البنات اخر ما كاين، هانتوما شي حاجه فنه. هانتوما البنات هذا ديال ديك ليبرا يلاه وصلوني البنات، الله يعطيكم الخير، تعطيكم شي حاجه واعره تبارك الله، شي حاجه صحيحه وعمليه.
يلا البنات. صافي البنات هادو ديال دوك لي برا. ديال ديك الليبرا شي حاجه زوينه تبارك الله، تتجي مغلفه من الداخل. راه يعني بالنسبه للبراسليه ديال ديك الليبرا تدوهم بعينكم مغمضين، وتنضمن لكم الفوق انا شي حاجه، تنقول لكم شي حاجه بالضامن، صافي ديوها بالضامن. ديك الليبرا تبارك الله تلبسيه هنا وانت مطمئنه. راه حتى الثمن ديالو حتى هو راه تعطيه انطباع على انه صحيح وعملي وديال الدوام. 20200 درهم، 2,400,000 ريال، 20200 درهم. بالنسبه لهذا البراسليه شي حاجه فنه عصري وعملي من الفوق، راه لبسيه وقتاش ما بغيتي نعسي به ما كاينش المشكل كاع، ما كاينش شي حاجه سميتها غادي يعوج لك ولا يتبوط ولا ابدا، وتقول انه يعوج ولا يتهرس ولا شي حاجه. هذا تبارك الله زعما من البراسليات اللي صراحه انا تعجبوني من ناحيه الخدمه ديالهم، من ناحيه الصح ديالهم. تنبيعهم للكليانه ولا مطمئنش كدير الدبليج على اساس صابون لينا. اساس الصابون اختي ما صراحه ما نقدرش نقول لك شي حاجه. انا قلت لكم في النهار شحال مره تنقول لكم، تنقول لكم انا بالنسبه للهميزات كل واحد باش كيدوزهم، انا تنطلق من راسي انا باش شديتهم تزيد واحد البركه ديالي وتنقضي الغرض، ما تمشيش مع الثمن ديال السوق ديال الهميزات. انا هذا الشيء اللي نقول لكم. كاين واحد اخرين يدوزكم ب 650، كاين ب 660، كاين 645، كل واحد وسميتو عليه الطبيعه ديالو. الله يسخر الجميع، حنا ما عندناش اشكال، ما نعقبوا حتى لا شي واحد ولا هو واسع النظر. انت نقول لكم نتا شي حاجه نقيه وزوينه راه فيا نحطها في المحل ونبيعها على اساس جديده، ولكن لا تنزيد واحد البركه ديالي ديال الربح وتنقضي معكم الغرض. وراه ما كنظنش ان هذا وصل للثمن ديال باش كيدوزوا هذا المستعمل او لا الهميزات. هانتوما البنات 20200 درهم بالنسبه للتسريتله ديال ديك الليبرا. اللي بغاتها تدوز عندي الخاص تواصل معايا على وديت القطر، راه كنظن وقيله 5.9 على ابعد التقدير. ها بالنسبه لهذا السويري، السويري هذا زوين تبارك الله، تيكون صحيح 9.50 على سوم 645 درهم. هذا راه جديد البنات اللي عطيكم الخير، هذا راه فيا مندوزو ب 700 درهم على اساس جديد، والله العظيم الا راه جديد جديد ما تنقول لكم الهضره وتنحلف عليها، ما تنعرفش كنقول من خابيه. فمن خابيه اختي ما عنديش دابا، ولكن اللي بغاتو حاول دوز عندي الخاص. اللي بغات عصير الصابون خلي لي الطلب ديالها، اللي بغات فمن خابيه خلي لي الطلب، اي موديل خلي لي الطلب ديالها باش الا طاح في يدي هي الاولى. راه تنقول لكم وتنعاود لكم الهميزات راه كاين اللي كيتباع لي في المحل. هانتوما البنات 9.50 على سوم 645 درهم، شي حاجه واعره تبارك الله. 6127 درهم، 6127 درهم بالنسبه لهذا ديال الصويري، تيجي مغلف من الداخل ما كيبومبيش. هانتوما البنات نعطيكم الخير. بالنسبه لهاد الضريبات هادو راهم الطابع، باش نوضح لكم كلش، هادو راهم الطابع ماشي مضروب. ولا بالنسبه للناس اللي تيلبسوا الصويري راه عارفين اش كنقول، راهم غاديين معايا في الخط. والناس اللي ما تيشريوهاش اولا ما عندهم شي دار، هاني كنوضح لكم نعطيكم الخير باش ما نفترفوش في المواقف، نقول لكم على المباشر. 9.5 على سوم 645 درهم، جات 6127 درهم. دبليش تبارك الله لبسيه وهناك الله، ما تخافي لا يعوج ولا يتهرس ولا. بالنسبه للصويري راه معروف عند الجميع، غني عن التعريف. هانتوما البنات كاين هاد البراسلي شي حاجه زوينه تبارك الله، تيجي على الشكل ديال الاهرام. هانتوما شي حاجه فنه، اللي تعشقوا البراسلي عاود مشي تاخذيه بالموديل. هانتوما البنات براسلي زوين، دوزي عندي الخاص. بغيتيه ان شاء الله ندير لك فيديو ليه، راه تنقول لكم نقي راه نقي، راه هانتوما بشهادة الجميع. راه السيدات تنحلف لكم تنقول لكم لا، راه ما عندي بها حتى علاقة، مجرد شهادة حق، راه ما بدون مجاملة بدون أي شيء، راه قالت كلمة الحق ومشكورة عليها وراه مجازة عليها عند الله سبحانه وتعالى. الميزان ديال هذا 7.79 على سوم 645 درهم، جاتها 5024 درهم. براسلي والله إلا مازال نقي تبارك الله، ما فيه حتى شي ضربة ولا. 7.79، 7.79 سوم 645 درهم، جاتو 5024 درهم. كي كتشوفو التمن كي كتشوفو الكرامات، يبقى لنا نوريكم الواجهة ديالو باش نحيدوه وندوزو لحاجة أخرى. هانتوما البنات الله يعطيكم الخير، اللي عندها شي 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 سؤال ولا شي كومونتير ولا، راهي مع الزربة ما تنقراش، هي دوز عندي الخاصة ما خسرت والو. تا
دقيقه ولا نص دقيقه كاع والله يسخر لكم. ديتو الله يسخر، ما ديتوش الله يسخر، راه ما كنتقلقوش تجاوبكم بكل اريحيه، ما عندناش اشكال. 6750 درهم، 6750 درهم براسلي ديال تيفاني، هانتوما البنات 6750 درهم براسلي ديال تيفاني، هذا كله تيفاني، يعني الدور ديالو كامل تيفاني. راه كاين البراسلي ديال، عفوا كاين لونسوم ديالو كامل مكمول، كاين الحوالق، كاين الخواتم، وها البراسليات ديالهم، يعني اونسوم حاضر بكل تفاصيله. هانتوما البنات شوف تبارك الله ديال تيفاني شي حاجه فنه. شوف الخدمه من الداخل، خدمه الشركه هذا راه ماشي خدمه سوقيه، يعني تديو النقاط يكون صحيح وزويون، تديو يعني الاخر ما كاين في الموديلات ديال البراسليات. 6750 درهم ها هو قبلتكم، هذا الموديل ديال تيفاني. انا ندوزكم لونسوم البنات، عيبقوا معايا في اللايف، راه ان شاء الله ندوزكم وحده وحده، يبقوا معايا، مازال الخير، مازال الخير قدام، يبقوا معايا، يعني تمشي وحده وحده باش من باش يبان لكم كلشي. اللي بغا دير الموديله فينا هو، اللي بغا دير الحاجه ديال الهميزه فينا هي، كل واحد كيدير الشيء اللي كيعشق وكيبغي. كاينه السريت لهادي ديال المناف، زيدونا شويه البارطاج البنات الله يعطيكم الخير، ما خسرتوا والو، اي حركه بسيطه راكم مشكورين عليها مسبقا، تنشكركم تنعاود نشكركم على هذا الشيء اللي كديروا، راه ماشي حركه بسيطه في بالمعنى المجازي، ولكن في الحقيقه راه مجهود جبار. تسريت لهذه زوينه تبارك الله ديال هذا ديال المناف، كاين اللي كيسميه المناف، كاين اللي كيسميه اناناسه، ولكن هذه مجرد تسميات، كيبقى المضمون هو الاساس. هانتوما البنات المناف شي حاجه واعره تبارك الله، راه عندي اونسومبل ديالها كامل مكمول، في الحلقات في الخواتم ديالو، على الجهد وعلى الشكالات وعلى الموديلات. كاين هذا، كاين التعليقه ديالو صافي البنات، واش هادو هميزات ولا جداد. دوزي اختي ماريا الله يعطيك الخير، وقول لي اي حاجه اللي بغيتيها، ونقول لاختي هذا كاين الكارتي اختي، ونقول لاختي واش هميزات ولا موديل. صافي اختي ما خسرتي والو، اي دوزي للخاص ومرحبا بك، شرفينا بالحضور ديالك. ايمان مرحبا اختي، كاين ديال الكارتي موجود عندي، الكارتي ثلاثوات وحدات وفي الحجار والسامبل موجود الخير. صافي البنات، محسن خويا محسن الاخت اللي دخلت بالفيسبوك ديال نسمة محسن، المهم كنظن قيلا عرفتي المقصود. سلام خويا، واش هاد الخيط المبروم واش اللون ديالو اصفر ولا احمر؟ بالنسبه لهاد هادو المبروم والسامبل كلهم تيجيو اختي غوزيين، الذهب ديالهم يعني بلدي، ماشي صفر. انت اختي باش توضح لك الصوره مزيان، ها انت من تنقولوا حنا الصفر، ها الصفر راه كاين فرق في اللون باش تعرفوا، هذا الصفر، ها الصفر هذا كيقول نيت صفر بالمعنى كلمة، هذا غوزي، هذه هي الخدمه ديالهم كلهم. بالنسبه لهذا البروم سامبل سوى الا قلتي مثلا لهذا الذهبي يروده لك في الصفر، اما هما كيجيو كلهم لون واحد. عافاك السلسله الامواج، مرحبا اختي، كاينين على الجهد سناس ديال الامواج. انا ندوز شي واحدين وقيل ما عرفت واش عندي ولا ما عنديش دابا في اللايف، ولكن اختي الله يعطيك الخير، لخص علينا الوقت، دوزي عندي الخاص مرحبا بك. تيفاني شحال؟ مرحبا اختي دوزتو الله يعطيك الخير، البراسلي بوحدو 6750، 135 ألف ريال، وعندي لونسوم ديالو ندوزو، يكفي دوز عندي الخاص ونتواصل مع اختي على وديت تيفاني. صافي البنات تبارك الله داكشي كله زوين، اختي إكرام هلا خطيك الله يعطيك الخير اختي، عويناتك اللي زوينين اختي على الكومونتير الزوين، وكنشكرك بزاف. شحال في القياس؟ واخا اختي عندي قياسات موجودين بالنسبه للتيفاني، عندي في العبارات، عيد وزير الخاص وعطينا القياس ديالك ومرحبا بك. يلا نواصلوا للحديث ديالنا، عندنا هذا السريت لا ديال المناف ثلاثيه زوونه تبارك الله، 15600 درهم، مليون 112 باش ما نغلطوش، مليون 112 ها هو الثمن ديالها ديال المناف. هانتوما البنات هذا راه ديال المناف، ها هي 15600 درهم، كنظن وقيلا تبان لكم مزيان، اولا نقلبهم. اللي ما باتلها شي حاجه حاول دوز عندي الخاص، راه ما خسرت والو. هانتوما البنات 15600 درهم، هانتوما شي حاجه واعره ديال المناف، راه عندي خواتم ديالها، عندي الحلقات من الموديل ديالو راه حاضر بقوه، دوز عندي الخاص ومرحبا بكم. كاين هاد خويتم هذا ديال الطروات دي، هاد العشه ديالو راه كبيره، هانتوما البنات العشه ديالو راه كبيره ماشي صغيره، يعني هاد الشهده ديالو الفوقانيه ولا هاد الدواره الكبيره الفوقانيه، كل واحده شنو كنوصفو ديال الطروات دي واعر، عندي الحلقات الكبار، عندي الصغار، عندي المويان، المهم كلشي موجود الحمد لله بدون افتخار. اللي عندها شي تساؤل بخصوص الطروات دي راه كاين حتى هو. هانتوما البنات
3600 درهم 72 ريال بالنسبه للثمن ديالو. هذا راه باش تفرقوا في الخواتم، هذا راه تيجي بومبي يعني تيكون قاصح، وكاين اللي كيكون بلا. راه التفاصيل من هي بسيطه تكون دائما هي عندها واحد القيمه كبيره بالنسبه للحاجه. 3600 درهم 72 ريال، شوفوا بالنسبه للخدمه ديالو من الداخل ولا داك الدواره ديالو قداش هي، راه فيها تقريبا هنا شي جوج شي شويه، فهاد الدوار ديالو شي جوج وشي شويه. اللي بغات العبار دوز عندي الخاص ومرحبا بها. صافي البنات 3600 درهم، راه كاين الحلقه ديالو، كاين التعالق ديالو ما فيهاش مشكل. بالنسبه للطروات ديالها كندخلوها كله يعني بجميع الاشكال ديالو. حويلقه ديال الفروج ديال الحجوجي، شي حاجه نقيه تبارك الله، ديال الفروج هادي هانتوما البنات، ديال الرباع يعني ديال الفروج 3200 درهم 64 ريال. حلقه فني هانتوما البنات ديال الفروج ديال الحجوجي، تيكون خدمه شي حاجه في تنقه. ملي كنهضروا على الحجوجي ولا الثقيل، هادو من الموديلات تبارك الله اللي هما صافي بلا ما نحتاجو نوصفوهم. هانتوما البنات ديال الحجوجي ديال الفروج 3200 درهم 64 ريال. هادو اخر ما كاين في هاد الحويلقات اللي زوينين سامبل سامبل. هانتوما البنات سامبل، ما كاينش حاجه سميتها الحجر. 3200 درهم 64 ريال، حلقه تسحوحين، العمود ديالو مقاصح راه ما كيترطاش. هانتوما العمود راه ما كيرطيش، يعني نعسي بهم على حسابي. ورينا السريت له ميزه. مرحبا اختي، ابقي معايا وحده وحده، الله يعطيك الخير. حنا ماشيين وحده وحده باش كلشي يشوف هاد التشكيلات اللي جبتكم اليوم. يعني صبري معنا الله يعطيك الخير، عندنا سويعه ديالنا ان شاء الله، ومشكور على الحضور ديالك. 11.15 على سوم 645 درهم، ماشي 650، ها الفرق فين كاين. 11.15 على سوم 645 درهم. هاد الخيط هذا راه مازال جديد، والله الا مولاه بيعوا من الفترينا. انا تنحلفكم الى حد القول ديالو، الى مول الفترينا خلاص كان عنده سرت فيها سبعه، تباعوا له كاملين، بقى له الخويط هذا وحل فيه. المهم راني قد مع الغرض، وهاني استوحى البركه، والله يسخر لينا ويسخر لكم. 7191 درهم على سوم 645 درهم. هذا والله فيه ما نبيعوه على اساس انه جديد، وراه في الحقيقه راه جديد نيت. هانتوما البنات نعطيكم الخير، اللي بغات شي حاجه دوز عندي الخاص ومرحبا بها. 7191 بالنسبه للثمن ديالو، ها الميزان ديالو، المبروم شي حاجه واعره تبارك الله. هانتوما هذا راه وصلني حتى الدقيقه 90 جابوا لي السيد. راه كاين الناس اللي موصيني عليه، كنعتذر منكم، رانا ما لقيت ما ندير، قلت ندوزو في الليف وعاد نرجع نشوف شنو وقع تما. يلا البنات هاني عندي عاوتاني هاد ستريت لا ديال البراسليات ديال البروج، شي حاجه واعره تبارك الله، ما فيها ولا ضربه ولا خدشه، تنعطيها لكم هادي بالكارونتي. هانتوما البنات هانتوما شي ستريت لا مستعمله، كاينه اختي عندي ستريت لا مستعمله. كاين هاد البراسليات ولا هاد ستريت لا ديال البراسليات، شي حاجه واعره تبارك الله، ما كيترطاوش ما كيتحركوش كاع، واخا وقع عليهم ما كيبومبيوش نهائيا. هانتوما البنات تبارك الله، الحاشيه ديالهم لداخل مازالين نقيين، راه كي شديتهم مازال ما لحقتش تنغسلهم. صراحه اللي بغاتهم ان شاء الله نغسلهم من اول وجديدين، يولوا حسن كاع ب 1000 درجه من جديد. هانتوما البنات شي حاجه فنه، شي حاجه واعره تبارك الله. الميزان ديال ما فينا هو، انا نوريكم الميزان 24.91، من الميزان تيبان لها ان البرسليه صحاحي، ثلاثيه واعره وعصريه من الفوق وصحيحه من الفوق. 24.91 لسوم 645 درهم، راه ماشي 650، ماشي 660. قلت لكم هادو راه مازالين جداد، راهم جداد. 24.91 على سوم 645 درهم، جات 16066 درهم. بالنسبه لهذا الميزان هذا بالموديل راه ما كاينش 16000 درهم، عاد تلقى على الاقل على الاقل بعده بواحد 20000 وشي شويه، ب 20000 راه كاينه. هانتوما البنات تديو شي حاجه اخر ما كاين، وشي حاجه روعه تبارك الله. راه ستيل ديالهم ماشي قديم، راه ستيل عصري، باش تكونوا على بال. راه والله كنقول لكم الى صحيحه يعني راه صحيح، صرت لا فنه تبارك الله، جديده ما فيها حتى شي ضربه، ومن الفوق انها راه صحيحه. القياس ديالها 5.8، العبار ديالها 5.8. هانتوما البنات 5.8 بالنسبه للبروم والسامبل، عفوا البروم دوش عليا، راني نمشي مع البروم والسامبل. هذا الدبيلج ديال البروم راه فيه 6.1، هذه 5.8 بالنسبه لهذه. يدوزو الخاص عندي لكم ليها واحد الفيديو زويون وتشوفوا كي دايره. صافي الناس ما نكثروش عليكم الكلام،
بالنسبه للناس اللي تيسولوني بزاف الحويلقات ديال الصغار فين هما، هانتوما البنات الثمن ديالهم ديال 850 درهم، 850 درهم اللي عديهم مع شي حاجه اخرى غيبقاو لهم 800 درهم، اللي عديهم مع شي حاجه اخرى يعني مع شي بياسه اخرى غيبقاو لهم 800 درهم. الحويلقات ديال الكلاش شي حاجه زوينه، شي حاجه روعه، هي البنيتات الصغار حتى الكبار تيلبسوهم، اللي بغات ديرهم في الثقوبه الثانيه راه ممكن. هانتوما البنات 850 درهم حتى هادو ديال الشويج، راه شي حاجه فنه 850، اللي عندهم مع شي حاجه اخرى دائما تنحيد لها 1000 ريال. كاين هادو سامبل، عندي موديلات بزاف كاع صافي البنات، عندي موديلات عيد نزول الخاص، نحاول نبين لكم 10 تويات حيت الناس تيسولوني تصحاب المراه ما تنجيبهمش، راه تيكونوا عيد تنسى ما تندوزهمش. حتى هادو 850 اسمح لي اختي كان الصوت نقص، المهم الهدف هو الصوره تكون باينه، دير السكرين ودوز عندي الخاص وغادي نتواصل مع اختي صافي. 850 الا دخلتيهم مع شي حاجه اخرى تيحيدوا لك 50 درهم من الثمن ديالهم. ها انتما البنات حتى هادو 850، غادي نبين لكم لي موديل. هادو 750 درهم، 750 درهم اللي درتو مع شي حاجه 700 درهم صافي. نضبط الله ما عرفتش فين كاين المشكل، زعما راه يمكن الكونيكسيون، حتى الكونيكسيون تكون بعض المرات ضعيفه هاد الايامات، راه انوير دايره لنا مشاكل. مش هاد الايامات خلاص، من رمضان هنا راه تنعديو معاها، كنتمنى يكون عندهم شي تفسير لهذا المشكل. هانتوما البنات الله يعطيكم الخير، اللي بانت لها شي حاجه يحاول دوز عندي الخاص وراه نتواصل معاها، ندير لها فيديو تشوفو مزيان وتمعن فيه وتخصك تعطيني اوكي نصيفط لها ان شاء الله. هانتوما البنات كاين حتى هادو سامبل، هانتوما هادو راهم سامبل كيجيو زوينين بالنسبه للبنيتات الصغار، حتى هادو 750 درهم، هانتوما 750 درهم حلقة هادو ماشي طوينكات، وعندي شكيلات اخرين ديال الطوينكات. شحال الغرام اليوم بالنسبة للغرام دابا راه مستقر في 620 درهم حاليا حسب الاخبار اللي كان عندنا، هو 620 درهم. كاين هاد الطوينكات هادو 400 درهم، الى بقى مستقر هكا راه مزيان، ولكن نتمنى انه ما يتحركش. كاين الرويال، كاين اختي غيتا، كاينه موجوده، كاين الحويلقات زوينين اولا طوينكات 400 درهم بالنسبه للثمن ديالهم، اللي داتو مع شي حاجه 350 درهم. هانتوما البنات يلا تنحيد لكم ب 50 درهم كاع، واخا راهم صغارين يلا، اللي بغاتهم نحاول ندير شي حاجه معاهم ونحيد لها 1000 ريال. يبقى معايا البنات، راه كاين بزاف ما يتشاف، يعطيكم الخير. كاين حتى راه ميزات، هانتو شوفوا تبارك الله البراسلي كي داير، براسلي بلدي الذهب ديالو احمر، الناس اللي عيطوا شي كادو للوالده ديالهم ها هو فين هو براسلي فن تبارك الله. ها الميزان ديالو 7.24 الى 645 درهم، مازال نقي نقي اش من نقي راه نقي. هانتوما البنات راه تنقول لكم نقي، راه تنأكد عليها وتنعاود نأكد. شحال الغرام عافاك ديال الذهب الثقيل؟ بالنسبة للذهب الثقيل دابا 700 درهم، بحال الكورميطة 700 درهم، ممكن ديت شي حاجة ثقيلة وبغيت تعمل معاك يحيدك شي 10 دراهم ولا 5 دراهم بعدا. إلا كانت شي حاجة فايتة 30 غرام من الأحسن باش يتعامل معاك مزيان يحيدك شي 10 دراهم ولا 5 دراهم باش يكون التعامل قدام إن شاء الله. خويا ما صورش هذا اختي نسم، لا ماشي هميزات، هذا مزاج جديد الله وصلني، هذا من الحويجات اللي ادخلوني. نايب ندبر شويه واش غير عندي، ما عرفتش والله اختي، ما عرفت واش عندك ولا عندنا ولا عند الجميع. كنتمنى المتتبعين يعطونا وجهه نظر ديالهم بالنسبه لللايف، واش مدبب عندهم كاملين ولا كاين شي اشكال. تمام، بالنسبة للوز ديال الفروج 3800 درهم، وهذا وديال الراس 3100 درهم، 62 للراس نهضر لكم بالريال، و 76 بالنسبة للفروج. يلاه البنات بالنسبة للوز ديال الفروج راه عنده واحد العرض محدود، حيت راه ممكن يتغير، حيت دابا راه الناس كيدوزوه ب 79 78، راه حيدكم 100 درهم تقريبا. حاول اللي بغات شي حاجة دوز عندي للخاص. هاد البراسلي هذا في 7.24 على سوم 645 درهم، جاتو 4669. بالنسبه للبراسلي تبارك الله راه زوين نقي، ما فيهش شي ضربه، اللي بغات تخبع فلوسها فيه. هانتوما البنات الله يعطيك الخير اختي نسمة، نسمة كنظن وقيله، كنشكرك بزاف، وريني حنا جاوبنك وبقي معنا في اللايف، سجلي معنا الحضور ديالك وخليك معنا، الله يعطيك الخير، مشكور على الحضور ديالك مسبقا صافي. البنات كاين حتى هاد البراسلي هذا تا هو هميزات، انا كاع جبت لكم البراسليات هميزات،
شي حاجه واعره تبارك الله. هانتوما البنات بلديين، تركزكم في الهميزات على البلدي. هانتوما البنات 6.84 جاتو 4400. هنا راه كاين شي غلط، نحسبوا راسكم في 6.84 على سوم 645 درهم، جاتو 4410 درهم. صافي البنات، هذيك 10 دراهم راني غلطت معايا، حاولوا تحسبوا راسكم نعطيكم الخير. هاكوشي الحمد لله تيعرف 76 76 بالنسبه للويز ديال الفروج، بالنسبه ل رجاء اخت رجاء. صافي بالنسبه لهذا البراسلي هذا الثمن ديالو 4410 درهم، الميزان ديالو راه 7.84. بقاو معنا في الله يبارك لكم الخير، حنا ما بقناش بزاف، كنتمنى ما نكونش كثرت عليكم السلعه. كاين هاد الحويلقات ديال الربع الويزه، هادو الحرين ماشي المطبوعين، الله يعطيكم الخير، هادو راه ماشي مطبوعين. وانتم راه تلقى مشكل مع الناس كيتواصلوا معايا وكيسحبوا من المطبوع، هادو راه ماشي مطبوع، راه الربع القديم. اي باش تعرفوا الربع القديم كاين عاوتاني اللي مدوبل، الربع القديم مدوبل راه واصلين ل 80 78 بحال هكا. صافي هذا الربع الويزه ديال 2800 درهم. صافي البنات، هذا الربع القديم بالنسبه لهذا التاريخ ديالو 1857، هاد الثمن ديالو 2800 درهم. الربع القديم 13 شي حاجه فنه تبارك الله، اللي بغاتو تجوز عندي الخاص ومرحبا بها. هنا عاوتاني كاين هاد البرصيح حتى هو ميزات، ابقوا معنا في اللايف الاخوات الله يعطيكم الخير، راه تندير المجهود وكثر باش نجيب لكم الميزات واخا راهم قلالين. ديروا معنا شويه البارطاج وبقوا معنا في اللايف، هنا تنحاول نجيب لكم دائما الميزات. الناس اللي تيبغيو يخبعوا في الوصول 9.42 لسوم 645 6075 درهم، براسلي زويون وعصري. ها انتم البنات شي حاجه فنه، شي حاجه واعره. هنا بالنسبه للناس اللي تسولوا على السرتله، ها هي السرتله تبارك الله، هذه راه ميزات، ها هي ميزات. ها انتم البنات شي حاجه فنه تبارك الله. هند المتوكل، عليكم السلام اختي ورحمة الله، مرحبا بك ألف مرحبا. هاد الاسم هذا خلاص أول مرة نسمع به معنا في اللايف، ومرحبا بك ألف مرحبا. هانتوما الميزان ديالهم 21.44، هادي سرتلة البنات الله يعطيكم الخير، تجي مغلفة من الداخل. هانتوما هادي راه تجي مغلفة، هانتوما راه كاين السرتلة اللي دوزتكم في اللايف اللي فات تباعت، دازت السيدة من مراكش، دخل ليها بالصحة والسلامة، هداك بلاصة الطابعة كيف 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 ديما، وراه لي كومونتير ديالها الحمد لله تقول لك يعني أحسن حاجه اللي هذه اللي وصلتها، وتنقول لك يعني بالنسبه للواقع راه حسن كاع من الصوره. حتى اللي بغات تشوف الكومونتير دوز عندي ونصيفط لها السكرين وتشوف، باش تبقى على خاطرها. راه تنعطيكم حاجه نقيه، حاجه نقيه. هانتوما البنات 21.44 على سوم 645 درهم، سريت لها زوونه، عفوا على سوم 610 درهم. هذه 610 درهم البنات الله يعطيكم الخير، راني هذه 610 درهم البنات الله يعطيكم الخير، سمحوا لي انا قلت 640 درهم، هذه 610 درهم. عاود والله يعطيكم الخير تسمعوا معايا الثمن، هذه على سوم 610 درهم. ها انتم البنات 21.44 21.44 لسوم 610 درهم، هذه كان بامكاني ندوزها حتى هي ب 645، ولاني انا شديتها بثمن رخيص، انا طيحت شويه الثمن باش ما شديت كيف قلت لكم، راه تزيد واحد شويه تنقضي معكم الغرض، راه ماشي ندير لكم شي على شي. 21.44 لسوم 610 درهم. واه اختي واه، واش القديم ديال هذه اختي شديتها رخيصه، راني نقصتكم شويه في الثمن. وكاين 645 درهم، كاين 610 درهم، وكاين هذا، وكاين 645 درهم، على حسب الحاجه باش شديتها. صافي البنات 21.44 لسوم 610 درهم، جات 13078 درهم، سلسله زوينه وراها فنه تبارك الله، اللي بغات تخزن فيها فلوسها. انتم البنات كيف كتعرفوا ان الذهب راه تيتحرك وتيطلع بزاف، راه هذه هي الفرصه فين تشريو، وصبروا عليها شي شويه، راه ضروري غادي يزيد لكم معاك القطر ديالها. مرحبا اخت الكريمه، نعطيك القطر ديالها، العبر ديالها 6.3 6.3. ها انتما البنات حتى كتلبسي 6.4 راه ممكن تجيك، فقط دير لها الميكاب باش ما تضيعيهاش. صافي 21.44 لسوم 610 درهم، اللي بغاتها تحاول دوز عندي الخاص، ومرحبا بكم ألف مرحبا. واحد السرتله خلاص ختها راه كيفخ ليا هنا في شي قنت، حتى هي راه ميزات،
عندي واحده اخرى البنات هي ميزات راه نسيتها كاع ما تمنتها، هذه حتى هي العسل 610 درهم. انا نحاول نوريها لكم نعطيكم الخيط. ها هي هذه على سم 610 درهم نعطيكم الخيط. هذه راه نسيتها كاع والله ما تذكرتها. ها انتما البنات شي حاجه فنه تبارك الله، ها انتما شي حاجه زوينه، ها انتما هانتوما اللي بغات شي حاجه دير لها سكرين، يعني دير سكرين دوز عندي الخاص ومرحبا. ولا تقول لي السريت اللي دازوه ميزات وراني غنتواصل معاها وغادي نوريهم لها. صافي البنات كاين هاد السريت هادي زوينه تبارك الله، تتجي من الداخل هانتوما الخدمه ديالها من الداخل كي دايره شي حاجه فنه. اللي بغات تخزن فلوسها 610 درهم ماشي 645 درهم. هانتوما شوفوا الداخل ديالها، تنحاول نبين لكم الداخل ديالها هنا في اللايف باش كاع ما يسحب لكم، راني تنزوم لكم بالنسبه لهاد دور الطابع ديالهم الداخل. هانتوما راه الطابع هذاك اللي تتشوفوها موسعه، راه الطابع حيت راه ضروري تخرم تيكون الطابع ديالهم الداخل. وصور على راسكم ما كاينش الاشكال في هاد الامور هادي. هانتوما البنات سريت لها مخرمه وزوينه ديال الورده، الزوقه مختلفه على كاع الشكلات اللي كيديروا دابا. دابا حمار اختي، واه دابا حمار البلدي. صافي بالنسبه هذه الذهب ديال الحمار فين كاينين، حنا كنتواجدوا في ميدلت، حنا كنتواجدوا في مدينه ميدلت، حنا كنتواجدوا في مدينه ميدلت. كتسول على مجوهرة سكينة، حنا راه معروفين في ميدلت مجوهرة سكينة. الميزان ديالها 23.78، 23.78 راني كنت نسيتها البنات، على سوم 610 درهم 14500 درهم، 14500 درهم. ها انتم البنات شي حاجة فنة تبارك الله، شي حاجة زوينة. 21 عفوا اكثر من 21000، 23 فاصلة 23.82، 23.82، 23.83. اللي بغاتها تدوز عندي الخاص، غنعطيكم القطر ديالها البنات اللي عطيكم الخيط، تا هي 6.3. اللي بغاتها تدوز عندي الخاص راه نصورها لفوق الميزان وغادي نكتب لها الميزان ديالها في الروسي، راه ما كاينش الاشكال. ملي تنبيع لكم الجرام راه بالجرام، سيري عبريها فين ما بغيتيها تلقاي نفس الجرامات، تلقاي الزياده وما تلقاش النقصان. تنحاولوا بالنسبه لتكون واحد المعلومات ديروها ببالكم، الميزان ديال الذهب راه تيختلف من بلاصه لبلاصه حسب الضغط، فهمتي، على حسب القرب ديالو من الجاذبيه، باش تكون هذه معلومه قليله تعرفها. انا تنضيفها لكم المعلومات، راه ممكن تلقى 23.80 وعند واحد اخر تلقى 81 وعند واحد اخر تلقى مثلا 79. صافي البنات الله يعطيكم الخير، هذه مجرد مر فاصله دائما ما عمركم تدخو ولا يتلفكم شي واحد بالنسبه للمر فاصله، راه ما تقدرش التغيير وما تقدرش الفرق، راه الجرامات ملي تيحركوا المعادله. بالنسبه للميزان ديال الذهب راه تتاثر بابسط الاشياء. بالنسبه للقياس ديالها 6.3 بالنسبه للاخت الكريمه اللي سولتني على القياس. كاين هاد النباله شي حاجه فنه ديال التخرم، شي حاجه اخر ما كاين، حتى التعليقه ديالها راه حاضره. كاين الخواتم ديالها الحلقات الوحيدين اللي تزكلوا ليا في هاد الايامات ما لقيتهمش، تنرشرش عليهم. صافي البنات الله يعطيكم الخير، الله يخطيكم، شكرا لكم بزاف. 6800 درهم بالنسبة لهاد النبالة، 6800 درهم. اختي سعاد عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك ألف مرحبا، مرحبا بالناس ديال الجهة الشرقية كاملين، تبارك الله عليهم، زعما الناس معقولين الله يعمر هذا، كاع المغاربة الحمد لله معقولين. هانتوما البنات نبالة شي حاجة فنة ديال التخرم، 6800 درهم، 136000 ريال، 136000 ريال. راه كاين الخاتم ديالها، كاين التعليقات ديالها الكبار وكاين الصغار. كاين اختي في المستعمرة دوزتهم قبيلاتي، دوز عندي الخاص ومرحبا بك، دوز الخاص اختي باش نتواصلوا انا وياك ونعطيك الوقت ديالك الكافي ونشرح لك جميع التفاصيل وتشوفي الحاجة مزيان، تشوفي الفيديو ومرحبا بك. كاين الخواتم هذا ديال الفروج، هانتوما البنات ديال الفروج، الوزير الفروج ديال 18، ما نقولكمش ديال 21 ونكذب عليكم، هادي راه ديال 18، وراني تبارك الله الفورما ديالها بحال ديال 21. هانتوما البنات خويسم ديال الويزا تيجي هكا على هاد الخدمة هادي، تيجي بحال شي صندوقة كبيرة
هذا تبارك الله راه تقولوا خاتم، يعني راه خاتم ماشي خويتم، خاتم صافي البنات. تفخيم المعنى نيت، نشوفوا تبارك الله كي داير. 7400 درهم، 148 في ريال، 148 في ريال. بغيت صرت لك قياس كبير شوية. مرحبا اختي هدى، مرحبا. نشوفوا ان شاء الله الى طاح في يدينا شي حاجة خلاص نمرتك راه عندنا. ومرحبا بك اختي. 7400 درهم، هانتوما البنات 7400 درهم. شي حاجة واعرة ديروا سكرين اللي بغاتها، اللي بغاتها الخويتم هذا راه شي حاجة زوينة ومخرمة. 7400 درهم، 100 و ياسين، ياسين قياس نبالة. مرحبا خويا، راه عندي العبارات باش تكون مهني، راه كاين العبارات 5.8 بالنسبة للعبارة هذه اللي دوزت ديال 6800 درهم، 136 ريال. القياس ديالها 5.8 يكفي دوز عندي الخاصة خويا ياسين. وكنشكرك بزاف على الحضور ديالك مسبقا، ورانا ان شاء الله هذه القالة العبارة الكبيرة. كاين هذا البراسلي ديال الكلاش هو زوين، وانت تبارك الله تعطيكم براسلي نيت بالمعنى الكلمة، راه صحيح يعني لبسي هو انك الله تاع السنان ديالو ما كيدبروش. السنان هادو راه خدمه ديال الشركه، تكون دائما يعني الفينيسيون ما كاينش الضحك، راه الناس تلعبوا على الكاليتي ماشي على الكونتيتي. 10400 درهم، 10400 درهم، 1,008,000 ريال. راه الناس ديال الشركه تبارك الله تيكونوا يعني حريصين بزاف على الجوده، فهمتي. هانتوما 10400 درهم براسلي ديال الكلاش. هذا ماشي الكلاش اللي تيشد في الحوايج ولا كيدبر في اليد ولا، راه كاين ديك النوع اللي تيكون يدبر، هذيك تنقولوا لها خدمه سواقيه، وكنعتذروا من الصناع على هذا المصطلح هذا، اي تنبغيو نوصفو صافي. الحمد لله كيقول لك زيد الماء زيد الدقيق. حتى الخدمه السواقيه راه عندها العشاق ديالها، ماشي نقولوا حنا ولا عندها المعجبين ديالها ولا الناس اللي تيشروها، ما كاينش اشكال في هذه الامور هذه، اي مجرد الوصف، مجرد وصف بسيط خلاص باش نفرقكم في الخدمه وصافي. و اذا كان شي لبس كنعتذر من الناس اللي عيسوا الفهم ديالي. رجعوا للكلاب ديالنا، هذا براسلي ديال كلاش، هانتوما البنات شي حاجه فنه، 10400 درهم. هانتوما البنات جبت لكم شي حاجه نقد نقه، جبت لكم شي حاجه فنه تبارك الله، اخر ما كاين في العصري، كنمشيو مع الكوكبه كما يقولوا الحمد لله. هانتوما هذا عصير الصابون، خاتم ديال عصير الصابون، 3100 درهم، 62 ريال. هانتوما البنات 62 بالنسبة للخاتم شي حاجة واعرة. هانتوما البنات اختي سناء هلي خطيك، كنشكركم بزاف على لي كومونتير زوينين ديالكم، والله الصراحة لا كتعبروا على المستوى الراقي ديالكم، زعما راه عطاكم الله الصحة. كنشكركم ليل ونهار خلاص، ما نستوفيش الحق ديالكم، هذا راه حق، ماشي مجاملة ولا. 3100 درهم، لكن الناس تبارك الله عليهم اللي تيجيو عندي للمحل، يعني صراحة تنحس بلي راه نيس، تيخصني نزيد ندير أكثر من هاد المنشود هذا باش ننال الإعجاب ديالهم. 3100 درهم بالنسبة لهذا الخويسم ديال هذا ديال عصير الصابون، هاد الحنك ديالو ولا هاد الحاشية ديالو تكون طالعة، ماشي اللي تيجي بلا، شي حاجة واعرة تبارك الله، شي حاجة عملية. انا واحد خويت معاه تاني ديال حريم السلطان اولا ديال حجره حمراء ولا الطخرام ولا كل واحد كيوصفو الخدمه ديالو من الداخل، هذا واخا ضرب به يعني الحيط ما تخافيش يعوج لك. خاتم راه تبارك الله انتم شوفوا كي داير، راه قاصح، يعني تنقول لكم قاصح قاصح، 4950 درهم. عوض ما تاخدي شي خاتم ب 3000 درهم ولا 3500، كاين الامكانيه زيدي شويه ودي حاجه واعره تبارك الله وصحيحه وديال الدوام. 4950 درهم، 4950 درهم، خاتم واعر حتى الشكل ديالو من الفوق شي حاجه في النار من ناحيه الصح، راه صحيح راه تنقول لكم الصح والعمل، وغادي يرحمونا على هذا الشيء اللي كنقول لكم. خوتم ديال المارياج، ندوزو عطيني شويه ديال المارياج ما نخليكمش بلاش. الناس اللي بغاو المارياج، هذا ديال الكليبره شي حاجه واعره، تيجي هذا عريض، الثمن ديالو 3750 درهم، 75 ريال، حجره كاريه شي حاجه واعره ديال الكليبره، اخر ما كاين في خوتمات ديال المارياج. الناس اللي بغاو يتقلقوا ولا يبانو حله زوينه، هانتوما البنات، ها الناس ديال المارياج، راه عندي الشكالات على الجهد، راه عندي المارياج يعني جميع الانواع والاشكال، دوزوا عندي للخاص مرحبا بكم. هادو غير مجرد شونتيوات كنوريهم لكم باش تعرفوا بلي راه كاين المارياج، ماشي ما كاينش كاع ما كندوزلكمش. وانتوما اللي بغات شي موديل ولا شي حاجه حاول دوز عندي للخاص مرحبا بها.
3750 درهم، 75 ألف ريال، بغيت كورمية اليد 7000 درهم. أم الجبار مرحبا أختي، دوزي عندي الخاص ومرحبا بك. هي دوزي الخاص راه حتى اللي ما كانت شي حاجة تنكونوها إن شاء الله بجهد الله، ماشي حنا اللي تنكونوها، ولكن راه بإرادة الله تتحظى. شهادة فيك مجرونة. الله يعطيك الخير أختي نسمة محسن، الله يعطيك الخير ربي يخليك، ومشكورة بزاف بزاف على الكومنتير الزوين ديالك. الحمد لله بدون مقابل بدون أي حاجة، راه تبارك الله زعما صراحة تحرجوني بهاد الكومنتير الزوينين ديالكم. أنت إنسان نقي وبين معقول ومهضر ساق وخا. الله يعطيك الخير أختي زينب، هلا خطيك، مرحبا بك وألف مرحبا. حتى بغيتي تدوزي عندي الخاص إن شاء الله، وخا ما ديش من عندي، تشوفي الكومنتير، تشوفي هذا، شوفي الناس يعني الحمد لله من تصيفط لهم حاجتهم كي كيعجبهم الحال ما كاينش اشكال. واخا صراحه ماشي كاين الناس عاطين لي تصيفطوا من حاجه وتيديروا معانا الزكزاك، وريني ماشي مشكل الله يسامح الجميع. تصيفط لها حاجه وتطفي على التليفون او لا شي حاجه بحال هكا مما خبر فراسكم، راني صراحه ماشي سلوك اخلاقي لا معايا ولا مع غيري، ما تنبغوهاش لا حتى العدونه، حيت الحمد لله هادشي راه تيخص يكون شويه ديال المعقول باش حتى اللي عيب عليكم يكون حتى هو معقول وما يكونش المشاكل في الامور هذه. ما تبغيش نذكر بحال الامور هذه يخلص في اللايف، ولكن غير تنحاول ندوز واحد الميساج راه ماشي اخلاقيا مثلا ضمن دي شي حاجه ماشي قنت وهذا وتفعل على التليفون او لا هذه، راه صراحه راه حتى السيد اللي عجبك راه تيدير واحد المجهود كبير واخا هو تيتخلص، ولكن راه الله يحسن العون. وبعض المرات كاين السيده مثلا تقول لك لا انا مزروبه وكذا وكذا وكذا، تبقى تحذر السيده باش تهضر مع اللي بغا يوصلها لها في الوقت ما تعطاش عليها، ملي تمشي تدفع لها كاع التليفونيه ما عرفتش واش مقصود واش ما يدي مخلق. 7400 درهم بالنسبه لهذا البنات راه على سوم 610 درهم. ها انتم البنات شي حاجه واعره تبارك الله، ها انتم ما عدا في واحد الخديشه هنايا في الجنب، ها هما البنات الله يعطيكم الخير، هذا راه قابل للاصلاح راه ممكن تصلح، اما هو انتم شوفوا هاد الجنيبات هادو اللي مقيوس. وريني خاتم راه تنقول لكم جديد جديد والله العظيم الا مازال نقي بعدا بالنسبه للواجهه ديالو ولا ضربه. الميزان ديالو راه ثقيل 12.15 على سوم 610 درهم حتى 7400 درهم. حتى بالنسبه للسيدات اللي عاد لبسوا راه ما عادش يبان، حتى بالنسبه للباس ديالو راه ماشي يبان، حتى الخديشه هادو ما تتبانش، ها هي فين هي شوف كي كتبان مغطيه لداخل. وريني خاتم تنقول لكم خاتم هماوي، ها انتم شوفوا كي دايرات الخديشه اللي فيها، هي اللي علاش حيت تقريبا 30 درهم في الجرام، بحال حيت لكم 300 درهم 400 درهم. ها انتم البنات الخاتم ديال الحريم السلطان واعر، ها انتم شي حاجه سنه تبارك الله، فقط في هذه الخديشه هذه الجناب انا تنصارحكم بكلش باش ما حتى اللي داتو ما تقولكش علاش ما قلتليش ولا راه غادي نقولها لها خلاص، راه غادي دوز عندي الخاص وغادي نقولها لها. هذا الشيء راه بدون منازع ولا بدون نقاش راه غادي نقولها لها. مرحبا اختي سناء فين ما كنتي، ان شاء الله نتواصلوا مع اختي. راه تنديروا ارسال على خارج ارض الوطن يعني خارج المغرب، تنديروا ارسال فقط اعطينا المعلومات ديالك اللي كاينه على برا، ولاني الشرط ضروري خصك تكوني مدوز لنا الفلوس من حيث الناس اللي تنصيفطوا معاهم ما تيبغوش يشدوا الفلوس، يعني تيوصلوا الامانه ديالك تيعطوها لك. هذا الشيء هذا هو الشرط اللي كاين صافي. الله يعطيكم الخير، هذا خويا سمو واعر تبارك الله، تنقول لكم صحيح يعني راه صحيح، ملي اللي داتوا انا تشدوا في يدها عرف باللي كلامي راه لا صح ماشي هذا. لا فرونس مرحبا اختي، راه تنصيفط لا فرونس، راه مؤخرا عاد صيفطت واحد لويزه لواحد السيده راه غاديه في الطريق، نتمنى توصلها في اقرب وقت ان شاء الله. الله يعطيك الخير اختي سعاد، الله يحفظنا ويحفظ وليداتك كاملين من كل شر. الله يعطيك الخير اختي سعاد وربي يخليك، الحمد لله راه انسانه طيبه ومعقوله فوق القياس، يعني ماشي هذه ماشي شويه يعني زدتي على الحد ديال المعقول. الله يعطيك الخير، ورينا داك الخاتم ديال تيفاني، مرحبا اختي الخاتم ديال تيفاني موجود وحاضر ومرحبا بك. واش بصح خدمه تنسمع اغلى من خدمه ديال اليد؟ خدمه الشركه اللي تكون شي شويه طالعه في الثمن، بالنسبه للصناعيه العاديين راه تيلعبوا هما على الكونتنت كيخرجوا بزاف، يعني خصو يخرج بزاف. مي بالنسبه لهذا الشركه لا تلعب على الكاليتي، خصو يخرج حاجه متقونه وزوينه، ما تخليش الكليان فيها روماركي عليها، حيت ما راه كما نقولوا حنا السمعه ديالهم هي كلش. 4900 درهم 950 درهم حتى هذا،
هذا حجره ديالو خضراء، اريد وفقكم قبيلتي حجره حمراء. نعطيكم الخير، اسمحوا لي بزاف لا طولت عليكم، تنعتذر منكم، وإني اليوم راني زعمت شويه كثرت السلعه، كنعتذر منكم مسبقا. ها انتم راه كلهم ثمن واحد 4950 درهم، وريني الوان مختلفه والاشكال مختلفه. ها انتم البنات الله يعطيكم الخير، ها شي حاجه فن تبارك الله، خدمه راه ديال المعقول، خدمه ديال الصح، خدمه ديال النقاه ديال الفن. اللي بغات تدي خاتم وكاع ما تسول على الثمن ولا هذه، ودي حاجه اللي الصح والعمل. ها انتم البنات اللي تلبس ان شاء الله وجمع فيها فلوسها، ها هو وتمزوني. زيدوا شويه البارطاج الله يعطيكم الخير، راه مازال خصنا شي شويه، واخا تبارك الله عليكم راكم معدينا سلكم. الله يعطيك الخير، الله يخطيكم جميعا. هانتوما البنات خاتم ديال الطروات دي، هذا زوون تا هو يلاه وصلني. هانتوما البنات شي حاجه فنه تبارك الله، خدمه متقونه مدوبله من الداخل ديال الطروات دي. هانتوما شوفوا تبارك الله الخدمه كي دايره الكركاع، شي حاجه زوينه زوينه بزاف كاع. الدار ديالو بلدي 2850 درهم، 2850 درهم 57 ريال. بالنسبه للذهب ديالو ماشي صفر وماشي احمر، هذا راه بين وبين كما نقولوا حنايا غوزي. هانتوما البنات حاجه فنه. نكون خويا موسى عندك شي بلدي، كولي بلدي اختي، كولي بلدي، كولي بلدي، لا كولي بلدي اختي ناقصني ليه الحلقات. الا ما شكمك اختي راه عندي التعليقه ديالو، عندي هذا الخواتم ديالو، ناقصني الحلقات ما ينقصني. الا بغيتي دوز عندي الخاص ونحضر منك، شي مشكل هادو زي الخاص اختي، ونكون هاد الكولي بلدي نكونو ان شاء الله. صافي خويتم ديال المناف ديال الاناناسه 3400 درهم. ها انتم البنات هذا فيه الذهب البيض والذهب الصفر، عندي واحد اخر الذهب ديالو جاي كله غوزي. ها انتم البنات راه شي حاجه فن تبارك الله ديال الاناناسه، تنقول لكم شي حاجه واعر تبارك الله في اللبس. هذا ديال الاناناسه من كاين العشاق ديالو بزاف ماشي شويه، راه تيطيروا يعني خويتم ديال الاناناسه، راه تيمشيو تتبخروا من تنجيبهم، راه تتبخروا نيت شهر شهرين تلقاهم، تجيب ستوك من تضرب شهر شهرين تلقاها ما عندك والو. 3400 درهم حيت هما زوينين كيعطيو واحد المنظر واعر. ها انتم البنات شوفوا تبارك الله تيشدوا واحد ليسباس كبيره، ها انتم شي حاجه زوينه. 3400 درهم 68 ريال شي حاجه واعره. شحال لويز لويز بالنسبه للاخت سكينه لويز 76 ريال سلام واش اوفال موجودين اختي. الطروات دي فيها الاوفال المربع المعين جميع الاشكال كاع، جميع الاشكال تلقاهم الطروات دي كاع منحرف الاشكال ديالو. كاين خويتم ديال الطروات ديال عاوتاني واعر، هذا اخر ما خرج في الطروات دي، هذا راه مختلف كله اختلاف عن الطروات دي. شوفوا تبارك الله الخدمه ديالو كي دايره، ها انتم هذا مختلف كل الاختلاف. ها انتم البنات شي حاجه زوينه، ها انتم ديال الطروات دي شوفوا تبارك الله شحال شاد، شوفوا المساحه اللي شاد وتبارك الله جاي بومبي، جاي بهاد الدواره ديالو يعني عاطي واحد الديكور واعر. ها انتم اللي بغاتو الحول دز عندي الخاص ومرحبا بها، ها انتم شي حاجه فنه. شوفوا ليسباس اللي شاده، شوفوا اللي بغات شي خاتم طروات دي هماوي. بالنسبه للحلقات الاخت اللي سولتنا الحلقه ديال الطروات دي فيها جميع الاشكال، حلقات مخرمين صغار اختي والله ما لقيتهم، بغيت ناخذهم عند السيد اللي جا اللي جاب لي السلعه مؤخرا، وليمي قلالين ميعاد وزير الخاص ومرحبا بك. مزيان السي موسى اللي كتقول الله يعطيك الخير اختي جميل ام الجميلتين، ما بقاش كومونتي حد طويل، وليمي الحمد لله نتمناو ما يلاحش لنا. ما كنت قال لي اسمح لي اكسين عندي في محيط صويت لي صباح الدنيا شي باج لقيتو باغا واحد البلاصه. ممكن اختي يكون ما شاء الله اعلم، انا تنقول كما يقول حنا التمس لاخيك الف عضو، ما تعرف يقدر يكون ما انتبهلوش، هو يقدر ما انتبهلوش وحسن النيه ولا سوء النيه، راه صعيب صعيب توصلوا ليها انت ماشي مشكل. الا قال لك ما شفتوش وهذا واعترف بسميتو لا راه صافي ماشي مشكل، رجع ليه اختي يبدل لك ما كاينش الاشكال. الاشكال هو انه شي واحد مثلا يتعفر عليك ولا يتنسخ عليك ولا يقول لك انت هرستيه ولا تسيف عليك، فهمتيني؟ اما الحمد لله ملي تلقي الحال تيقول لك السيد صافي ما شفتوش صافي انتهى الاشكال، تما صافي عادي تواصل مع عادي وتقول له قول له هذا بدل لي عادي اختي، حتى
حتى الا بغيتي تدفعوا لنا وتبدل شي حاجه واحده اخرى، ما كاينش المشكل، كاينش المشكل اختي. 3300 درهم بالنسبه لهذا الخويتم هذا شي حاجه واعره، انا تاني السرع عليكم، ما كاينش المشكل اختي. طب والله علي حاشمنا حتى مع شي وحده وراه تلقى يعني راه كتوقع راه بعض المرات مع كثرة الضغط ديال لي كوموند راه كاع تكون عندك كوموند غا ديال مراكش وحدة غا ديال اكادير تقلبهم كاع. وقعت لي مشي مرة مشي جوج، وقعت الناس كاع ما كاينش واحد اللي منزه من الخطأ. صافي البنات الله يعطيكم الخير، هذا خويتم زويون ديال الطروات دي 3300 درهم. نحاولوا نسرعوا شويه البث راه متعطل، من عندها شي تساؤل ولا شي تعقيب ولا شي كومونتير ولا اي شي حاجه من هذا القبيل توجه النمره الاولى 06 15 06 15 61، وراه غادي تلقى ان شاء الله الجواب كافي شافي. كاين هذا ديال المشربي جاي فيه ثلاثه دورات البنات، هذا شي حاجه واعره هانتوما البنات، شي حاجه زوينه تبارك الله، اخر ما كاين في المشربي هذا كان الشكل كيخرج في 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 الكلوب. مي هاد الديكور هذا انا حاليا يلاه شفتو في هاد المشربي والعلم لله. هانتوما البنات شوفوا شي حاجه زوينه سلسله ديال ديما ديال مرحبا اختي دوزي الخاص مرحبا بك. انا نحاول دابا نسرع مع شي نقرا لي كومونتير معتذر منكم. وهذا ودوز عند الخاص مرحبا بكم 3700 درهم 74 ريال بالنسبه للخويتم ديال المشربي. كاين البراسلي ديالو صافي البنات، والخويتم ديالو كاين هذا اللي فيه ثلاثه ديال اللويات، كاين ديال اللي فيه جوج صافي البنات. عندنا الخويتم ديال البرومو سامبل هذا راه في القياسات، اللي بغاتو دوز عندي الخاص راه في القياسات مرحب بكم 3600 درهم 72 ريال. مرحبا اختي ام بلال، كاين الحلقات موجودين ديال البرومو سامبل، خويتم زويون قاصح راه ما كيتحركش كاع ما كيتبومباش. هانتوما البنات 3600 درهم 72 ريال، اللي بغات الخاتم دوز عندي مرحبا بها. اللويس كيف قلت لكم راه 76 للفروج، 76 بالنسبه للفروج، وهذا 62 بالنسبه للراس، شي حاجه فنه تبارك الله. كاين الخوتم ديال تيفاني 2900 درهم 54 ريال خدمه، هانتوما شوفوا الخدمه من الداخل كي دايره صافي، عيد تشوفوها مندوبه من الداخل او لا عندها الشبكه من الداخل صافي، لا محتاج نشرح لكم. هانتوما ديال تيفاني شي حاجه زوينه، لا ما نشرح لكم باش ما يخرجش شي واحد يقول غاتيني خرجتو على الحرفه اللي يقول شي كلام اخر. خلاه راه ما عرفش مشى ينعس وقيله، يمكن مشغول ولا مشى ينعس ولا هادي، نتمنى ما يعاودش يرجع. مرحبا اختي سعاد جمال، مرحبا و مرحبا 6.2 مرحبا نشوف لك اختي مرحبا بك. 2700 درهم 54 ريال 54 ريال، شي حاجه فنه ديال تيفاني موديل زوون خدمه متقونه. هانتوما البنات هذا ديال المناف كيف العاده، هذا ما فيهش الذهب البيض، هذا راه ما فيهش الذهب البيض، هذا راه غوزي 2800 درهم 56 ريال، هذا راه غوزي ما فيهش الذهب البيض. هانتوما البنات ما عنديش اشكالات بزاف ولله الحمد بدون افتخار عليكم ولا. 2800 درهم الحمد لله متواضعين ما تفتخروا حتى على شي واحد. هانتوما 2800 درهم بالنسبه لهذا الخاتم ديال المناف شي حاجه زوينه. كاين الحلقه ديالو كاين التعليقه والخواتم عند الوصول، كاين البراسليات باقي التفاصيل دوز الواتساب. هاد الحلقات ديال تيفاني تيجيو زوينين دوبلي من الداخل كيف العاده. هانتوما شوفوا المسمار ديالهم شي حاجه زوينه، ديهم تهني عليهم ما كاينش حاجه اللي غادي على وجهك. 2800 درهم 56 ريال، حلقات راهم كبارين هادو هانتوما البنات، راهم كبار وزوينين ومخدومين على العقل. 2800 درهم 56 ريال، 2800 درهم بالنية 56 ريال. خويتم ديال ماريا شي حاجه فنه، انا بالنسبه للناس اللي كيعشقوا الغوايل، ها الغوايل جبتكم اليوم الكورميطه هي اللي لقيتها لكم، راني خطفتها نتمنى يطيح في يديها الخاتم والحلقات ديالو. هانتوما البنات خويتم زويون ديال ماريا مربع شي حاجه فنه. هانتوما الثمن ديال 4200 درهم، 4200 درهم تيجي زويون، تيجي في هاد اللعيبه ديال حبه القهوه بالجناب شي حاجه فنه. هانتوما البنات السلسله ديال الكافي. دوزو للخاص راه عندي موديلات اخرين ديال المارياج، دوزو للخاص مرحبا بكم. كاين هذا الموديل ديال الكارتي تيجي فيه هاد الكورميت سيرتي بشويه الحجيرات شي حاجه زوينه. 3500 درهم 70 ريال بالنسبه للخاتم، واني خاتم زوين. هانتوما البنات خاتم فن تبارك الله انيق وعصري 3500 درهم، الناس اللي مقبلين على الزواج مرحبا بهم. لويز قلت لكم لويز بالنسبه للويز وانا كارتي دوز الخاص اللي عطيك الخير. بالنسبه للوز الثمن ديالو 76 76 ريال، كاين هاد لونسومبل هذا كامل مكمول. هانتوما البنات هذا انا نحاول حيت الكاميرا ما عادش تبدلش كلشي،
ها الخاتم ديالو، الحلقة حتى هما راهم حاضرين، ها الحلقة البنات نعطيكم الخير، الثمن ديالو 8300 درهم، 8300 درهم، يعني تنحاول ندير لكم هاد الحويجات اللي هما هادي 3800 درهم بالنسبة للتعليق هاي فينا هي، فهمتوا؟ ونصوم بالكامل، يعني فيها الخاتم، ركزوا معايا، فيها الخاتم، فيها الحلقات، وفيها السلسلة ديال الكورميت دائما الصح والعمل، وهذا هو التعليق ديالو، هم 3800 درهم، 666 ريال، اللي بغا تزيد معاه البراسليات راهم كاينين، فهمتوا؟ شي حاجة واعرة، شي حاجة فنة. اللي بغات تدوز عندي الخاص تسجل لي الطلب ديالها ومرحبا بيها. صافي عندنا هاد التشكيله ديال الطروات دي عاوتاني حتى هو زويون، ها انتم البنات هاد التشكيله انتم شوفوا، هذا جديد ماشي جديد، موديل جديد ماشي شي حاجه اللي قديمه، ماشي ستيل قديم، هذا فيه الحلقه ديالو حتى هما، ها انتم البنات ها هو الموديل، كنتمنى يكون كيبان لكم، راه من حيث المانكه كبيره وطويله ما بيناش مزيان في الصوره، يحاولوا يدوز عندي الخاص ومرحبا بكم. هذا قنصل ديال الطروات دي، راه فيه الخاتم، فيه هذا، فيه الحلقات، وفيه التعليق، الحلقات ديالو، ها التعليق ديالو، هانتوما اللي بغات شي حاجه تحاول دوز عندي الخاص وتقول لي اي الموديل اللي بغات، وراه غادي نصورو لها فيديو وغادي نتواصل معاها ونديها الوقت الكافي ديالها، طبعا ان شاء الله ويعطينا المعلومات ديالها ونصيفطوها لها للمدينه فين كاينه هي. دائما الارسال راه فابور، الناس اللي تدخلوا عندي وتسحب لهم ارسال مؤبدعا راه فابور، ما تخلصي غير الكومون ديالك. هذا عاوتاني اونسومبل ديال تيفاني، ها انتم البنات، ها الخاتم عاوتاني ديال تيفاني، هذا عاوتاني عريض، ها انتم تيجي عامر، تيجي عامر، هذا ماشي رقيق. راه عندي الحلقات وريتهم لكم قبيلاتي، مي الحلقات راه ما فيهمش اشكال، حلقات موجودين، كنظن وقيلا بلا ما نحتاجو ها مخلص، راه في ساحيدو عندكم الزهر، حلقات حتى هما عراضين، هادو ماشي رقاق، هانتوما ديال تيفاني، الثمن ديالو 8200 درهم، 164 ريال، يلا اللي بغات شي حاجة تحاول دوز عندي الخاص مرحبا بيها، هانتوما ماشي حاجة فنة، 8200 درهم، هذا فيه الخاتم، فيه الحلقات، وفيه السلسلة ديال الكورمي دائما اللي هي الصح والعمل. والتعليقه راه زوينه، هانتوما التعليقه راه خدمه قلت لكم ديال الشركه، كنعطيكم الحاجه اللي تدوم لكم وتصبر لكم، يكفيكم فقط غير دوزوا عندي الخاص مرحب بكم ونتواصل معكم. مازال البنات الخير موجود، راه كاين السلعه موجود الحمد لله، هانتوما خويتم، هذا عاوتاني واعر، ها الجديد عاوتاني، ها الاناقه تبارك الله ديال لويز، تاكل لكم لويز، ها هو فين حاضر معكم هنا، الخدمه ديال الحاج جوجي تبارك الله الاتقان، الحاج جوجي راه معروف في المغرب كامل ولا في العالم كامل، في العالم بأمته راه معروف الحاج جوجي، سميتو تبارك الله، راه تسمعوه الذهبية تعرفو واش كيديو، هانتوما هادو حولقة تيجيو طويلين، هادو راهم تيجيو طوال، هانتوما البنات ها تيجيو طوال، هادو كيجيو على هاد الشكيلة، هادا شي حاجة واعرة، هانتوما راه فيهم هاد السلسلة ديالهم فينا هي، السلسلة راه جاية بحال السلسلة ديال الغويال تا هي. هادو كلهم تيسموهم ديال الغويال، هانتوما نطلب الله يكون اونسون باين، هانتوما ها الحورقة اللي كيدايرين تبين لكم 10 سنتيم منهم، اللي بغات شي حاجة تحاول دوز عندي الخاص راه غادي نتواصل معاه ان شاء الله، غادي نبين لها داكشي اللي بغات، شوف السلسلة راه كاملة نفس الخدمة، مكاينش اختلاف في الخدمة. هانتوما راه فيه الكورميطا ديالو، شي حاجة الحجوجي ديال الفروج تبارك الله، تديو النقا، الثمن ديالو 20200، هانتوما عفوا 25200، 25200، بالنسبة فيه الكورميطا، فيه الحلقات طوال، كي كتشوفو الحلقات راهما طوالين ماشي قصار، هانتوما كنتمنى تكون كتبان لكم مزيان هاد الحلقة، اللي بغات شي حاجة غي دوز عندي الخاص وراه نتواصل معاه، هانتوما وفيه الخاتم، هانتوما الخاتم ديالو كيداير الخدمة ديالو، الخدمة راه تنقول لكم النقا. او شي حاجه زوينه عمليه بزاف ديال الفروج، تيجي فيها السام هذا وراه عمليه بزاف، سلسله بوحدها. مرحبا اختي، مرحبا اختي زينب، غير دوزي للخاص اختي وراه عندك الثمن ديال كلشي، ما عندناش مشكل، راه تنفرقوا الحاجه ما عندناش اشكال، نبيعو تم النص ديالها، نبيعو حتى ديك الحلقه ونقسموها في النص، ممكن نقسموها ما عندناش مشكل، الهدف هو نتوما تكونوا على خاطركم، هذا هو المضمون والاساس.
صافي البنات حنا دوزنا دابا ليزونسوم، كاين حويرقات عاوتاني ديال الكريون عيطو مدوري مفتونين، شي حاجة زوينة تبارك الله، شي حاجة عملية وأنيقة. فهمتي اللي بغات الأناقة ها فينا هاد اللايف راه يتقطع كل مرة. وريتيناش الهميزات، لا وريت اختي نيتاج، وريت الهميزات بزاف كاع ماشي شوية. صافي البنات كاين حويرقات هادو مفتولين، خدمة زوينة تبارك الله، 2200 درهم 44 ألف ريال، هاي 44 ألف ريال. بالنسبة للأخت اللي قالت لك على لا كيتقطع، الله أعلم عندي أنا ما كيتقطعش، ما عرفتش واش يقدر يكون عندك إشكال في الكونيكسيون. إلا عندك إنوي أختي قريبة للجهة ديال هاد الأطلس راه فيها مشكل أصلا، على حسب العلم ديالي أنها فيها مشكل غتيصلحوه. وأنتم البنات هذا ديال عصير الصابون، شوفوا تبارك الله الخاتم قداش ناول، راه علينا نولي بحال 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 الدبليجة. هانتوما شوفوا الخاتم ديال عصير الصابون هذا راه كبير البنات، هذا راه ماشي صغير ولا، هانتوما شوفوا قداش ناهو، راه علينا جوج سنتيم في الواجهة ديالو، راه فيه تقريبا جوج سنتيم، ماشي تقريبا جوج سنتيم في الواجهة ديالو. هذا راه شكل يلاه وسني، ماشي الشكل اللي كتشوفوه دائما عندي في اللايف. هذا الخاتم ديال عصير الصابون واعر تبارك الله ولا أروع. هانتوما شوفوا الخاتم ديال عصير الصابون، الزوقة ديال عصير الصابون اللي هي كاينة في كاع الدبالج ديال عصير الصابون. هانتوما شي حاجة فنة، الثمن ديالو 3900 درهم، 78 ألف ريال، 78 ألف ريال. كاين اختي الله اعلم اللي عندي الغلط من هادو، كاينين كاين اختي شحال سلسلة شوبا. مرحبا اختي الله يعطيك الخير، يبقي معايا راه انت ماشي دقة دقة، ومرحبا بك. 3900 درهم، 78 ألف ريال، مي الخاتم راه كبير، تنقول لكم كبير راه كبير وعاطي العين. صافي يلاه يعطيكم الخير، هانتوما ندوزوكم ندوزو لهذا ديال التخران، هذا راه الذهب ديالو صفر. هانتوما ماشي صفار 100%، وريني نعتبروه صفر. 3500 درهم، 70 ألف ريال، الخدمة ديالو من الداخل، هذا تيجي بومبي، الواجهة ديالو تيجي بومبي. 3500 درهم، 70 ألف ريال، هانتوما 70 ألف ريال بالنسبة لهذا الخاتم هذا، وشي حاجة واعرة تبارك الله. اللي بغات الصح والعامل هذا راه التخرام، هذا التخرام بكل معانيه. هانتوما البنات شي حاجة فنة تبارك الله، الداخل ديالو تيجي مدوبل. 3500 درهم، 70 ألف ريال بالنسبة للثمن ديالو. كاين القياسات موجودين، القياسات لا محتاجو كاع تسولوني القياس، يدوزو للخاص قول لي نتوما العبار ديالكم. مرحبا الأخت لي سولتني على الطروات دي أوفال، موجودين أختي، حلقات حلقة ديال الطروات دي أختي عندي تقريبا من 20، من 20 تطلع صافي، ابتداء من 20 ألف ريال وانت طالعه في الثمن ديال الطروات دي اوفال والدائريين. صافي اختي ادوزي للخاص وقول لي اختي شحال جهدك في الثمن، ونبدا نصور اختي. صافي دوزي اختي للخاص ومرحبا بك، لا داعي نوريك وحده ولا جوج، كاين بزاف كاع. 2900 درهم، 2900 درهم، 58 ألف ريال بالنسبه لهذا الخوتم ديال الطروات دي، تيجي مدوبل من الداخل. هانتوما البنات خاتم واعر، خاتم فن تبارك الله ديال الطروات دي، وشي حاجة آخر ما كاين في الطروات دي هو هذا. يعني شوفوا كي داير تبارك الله، شوفوا الزواقة كي دايرة، النقاء الفينيسيون كلشي كاين. 2900 درهم، وريهم اختي زينب مرحبا، غيبقي معايا اختي حلقة ديال الكورميت شحال، واخا اختي قالت انه هايلة. مرحبا اختي الله يعطيك الخير، غيبقي معايا في اللايف التالي ان شاء الله، منين نقرر نسالي يعني نوريك البلاكة ديالهم وديك السلبزة عندي الخاص، باش ما نقولش عيطت نقول لك وصافي. راه حاضرين قلت لكم انا جميع الاشكال ديال الطروات دي راه حاضرين، نقول لكم حاضرين حاضرين، كاين الاوفال دائريين معين، الورده القليب، الشكيلات كاع اللي كاينين في الطروات دي حاضرين، سواء كان شي شكل اخر ما شفتوش انا هذيك علم لله. 11200 درهم، مليون و24 ألف ريال، التعليقات ديال التخرام شي حاجه واعره، تجي على شكل لوزه، شي حاجه فنه. شوف تبارك الله هاد الخريصه شحال واسعه، بمعنى انك دير لها السلسله ديال الغويال ممكن، السلسله الغويال راه حاضره، شونجي السلسله كي بغيتي، شونجي حتى التعليقه ما عندكش الاشكال، كلشي ممكن مع مجرد سكينه كلشي ممكن، ما عندكش الاشكال وما كنتفشوش. الحاجه اللي قلتي لنا نبدلها لنا تنبدلها لك بكل اريحيه، تنعطيوك الثمن وما عندناش مشكل. ومرحبا 11200 درهم، مليون و24 ألف ريال ديال التخرام، شي حاجه فنه. بالنسبه للسلسله ديال الاي بي غليظه هذه، ماشي رقيقه باش تكون على بال، هذه راه غليظه وتكون تبارك الله وزنه وصحيحه وثقيله من الفوق. انا بالنسبه للكورميطا ديال الغويال هذه راه فنه تبارك الله، بمعنى غويال راه تنهضروا على الغويال ميت،
ها انتم البنات، الثمن ديالها دايره 9900 درهم، ما بغاتش تشد ليا في يدي. ها انتم البنات 9900 درهم، ها هي فين كنتمنى تكون كتبان لكم، ها هي محطوطه قبلتكم 9900 درهم. كاينه ديال العنق ديالها دايره مليون و180 ريال، مليون و180 ريال ديال العنق. وهذه ديال اليد، ها هي فين هي البنات، شي حاجه واعره. انا بالنسبه اللي بغات انتما شي حاجه فنه ديال الغوايال، شي حاجه زوينه. كنعتذر منكم راني درت لكم الثمن ولا التيكيته مقلوبه. المهم حاولوا عين مشوا معايا. بالنسبه للواجهه ديالها هي هذه، ها الثمن ديالها دايره 9900 درهم، مليون و88 ريال، مليون عفوا 188 ريال. ها انتما بالنسبه للخدمه ديالها تجي على هذا التشكيل، هذا 9900 درهم 188 ريال. ها انتما شوفوا التسدات ديالها تجي بحال راتكم، عمليه بزاف ماشي شويه. شكون فيهم كلهم اختي الواتساب، كلهم كاع هاد جوج نويمرات اللي تشوفهم كلهم فيهم واتساب. صافي 06 15 06 15 61 07 0135 72 05. صافي يلا البنات، اللي بغات شي حاجه دوز سواء النمره الاولى ولا الثانيه راه غادي نجاوبك، ما كاينش اشكال في هذا الشيء. جاوبني واش عندك حلقات الكورميت. كاين اختي حلقات الكورميت، كاينين حاضرين حاضرين، عندهم زملاء كيبقي معايا سواء البلديين ولا 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 الروميين. صافي 9900 درهم، كلشي موجود الحمد لله، حتى اللي ما موجودش نوجدوه. 2600 درهم 52 ريال، حتى اللي ما حاضرش راه ممكن نجيبوك في اقرب وقت، 3 ايام كاع يكون حاضر. راه الصيفيه هذه السلعه موجوده ولله الحمد، الناس راه تيتساعدوا معانا، تنقول في يومين تكون حاضره. 2600 درهم 52 ريال حلقه ديال الكورميت. كاين عاوتاني اللي صغارين عليهم اختي، راه دايرين شي 2100 درهم، كاين الصغار ديالهم 2100 درهم تيجيو طوالي. كنتمنى ها هما فين هما، راه عندك الزهر، ها انت 2000 وشي 2100 درهم، هادو دوزي للخصم عطيك الثمن مضبوط. ها انت هادو طوالين، هادو طوالين، هادو جايين مفطحين، كلهم خدمه وحده، وتبارك الله تيكونوا الصح والعمل. ثاني ندير شي 2100 درهم ندوز عندي الخاص، هادشي اللي غيكون الثمن ديالو غالي في غالب الاحوال. بالنسبه للفوقانيين 2600 درهم 52 ريال، شهر رويال الجرام. مرحبا اختي جابير، هو هي تمشي بالموديل، راه ماشي هميزه، تمشي بالموديل، ولا ندوز عندي الخاص وندير ما الحل، كاينش مشكل، لما تبع ما تشرح راه هي دوز الخاص. مرحبا بك، نشوف ان شاء الله اللي يناسبك ويناسبنا وندير ماك الحل، ما كاينش مشكل اختي. 7500 درهم بالنسبه للثمن ديال هاد السلسله، هما راه تيمشيو بالموديل، مش ما نديروش هذا، راه الحويجات هادو راه تيمشيو بالموديل. ولكن ندوز للخاص، مرحبا، نشوفوا لا تخريجه. 7500 درهم بالنسبه للثمن ديال هاد السلسله ديال الاخرى، ماشي حاجه واعره مع السلسله ديال الايبي، راه تنقول لكم الصح والعمل. 7500 درهم لبسيها ديال ديما ديال الحضور، ما كاينش شي حاجه تقطع لك ولا. 7500 درهم هانتوما البنات، شي حاجه واعره تبارك الله. نتمنى تكون درت ولا سكرين هانتوما البنات. كاين عطيني هاد السلسله بهاد التعليقه هادي زوينه تبارك الله. هانتوما دايره 7700 درهم، سلسله ديال الشوبر، سلسله ديال الشوبر، شي حاجه فنه غليظه هادي ماشي رقيقه. 7700 درهم هادي راه الغليظه البنات، حتى التعليقه راه الصح والعامر، ما كاينش حاجه سميتها دعواج لك ولا تبوط لك في الجنب. انا تنوطى عليها باش تكون على بنات شي، راه تنوطى هانتوما، شوفوا واش عواجت هانتوما، شي حاجه زوينه. 7900 درهم درت شي حاجه ديها صحيحه وتديها عمليه. انا بالنسبه للناس اللي سولوني على الهميزه في السناسل، ها هما البنات، الناس اللي سولوني على الهميزه في السناسل، هادي تمشي هي وختها، بمعنى ان تمشي السلسله مع 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 التعليقه ديالها. الله يعطيكم الخير، من حيث راه الا 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 جزاتهم راه غادي ماشي يكون شي حاجه في مصلحتنا. 11.67 من السلسلة زوينة، التعليقة فنة. هانتوما البنات شوفوا الحالة ديالها من الداخل، شوفوا تبارك الله مازال نقية بحال السيدة معمرة لبساتها، راني شي حاجة تنقول لكم نقية، راه نقية. عوض مشيت تاخديها في المحل وسقات بالموديل بالثمن طالع تل 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 السقف، ها هو الثمن مرفق. هانتوما بالنسبة لهذا راه 645 درهم. هاد السلسلة معاها ديال الشوبار تمشي بالموديل، التعليقة تمشي بالموديل، ها هي بالقرا. 11.67 لسوم 645 درهم، جات 7527 درهم بالنسبه للثمن. يلاه بادروا ديروا سكرين ودوزوا عندي الخاص، مرحبا بكم. انا واحد السلسله عطيني زوينين، هادو اخر عطيني ما وصلونا ان شاء الله، ها هما شي حاجه فنه. ها انت الموديل زوين، راه قليل 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 خلاص كنشوفوا انا كيدوز،
ولا كيدور في سميتو على هانتوما 4900 درهم، 98 فريال بالنسبة للثمن. تعليقة راه زوينة، تعليقة صحيحة، مش شحال سميتها تبوط لك ولا دعواج ولا تهرس ولا هذه، النسخة ديال ديما 4900 درهم، السلسلة ديال الكورميط. الناس اللي تيسولوا على الصح، اللي تيسولوا على شي حاجة صحيحة، ما قصدوش شي حاجة أخرى من غير السلسلة ديال الكورميط، هذه هي رقم واحد. الناس اللي تيحاولوا شي شوية ممكن تاخدي لي موضي اخرين، ما كتحاوليش سيري ديريكت للسلسلة ديال الكورميط، لا ما تدور لهوك ولا هوك. 4900 درهم، 98 ريال، 98 ريال. تنقول لكم تنأكد لكم السيدة اللي عارفة راسها ما تتحاولش، هي السيدة اللي تعترفوا بها، سيري للسلسلة ديال الكورميط باش كديها تهنى عليها. ديتي شي موديل اخر خصك تحاول عليه بالسيف عليك، قطعتيها راك تنقص لك شوية الثمن. 4900 درهم، 98 ريال. هنا المتعب الثاني، كاينه السلسله هذه على شكل معين، شي حاجه واعره تبارك الله. هذه راه كاين الحلقات ديالها هما سامبل، ما فيهمش الحجر. هانتوما 4950 درهم، 4950 درهم. تعليقه زوونه هانتوما البنات ديال الطروات دي، شي حاجه فنه وعصريه تبارك الله. 4950 درهم، 99 ريال. السلسله كي قلت لكم قبيله ديال الكورميط، كتشوفوني في اللايفات ديالي دائما تركز على سلسلة الكورميط. راه عندي لي موديل اخرين باش ما يقولوش راني ما تنجيبهمش، راه كاينين على الجهد. اي موديل حاضر صافي، هي تعجبني الصراحه سلسلة الكورميط، من حيت راه ترتاح فيها صراحه، ملي تعطيها للكليان تمشي الضمير ديالي مرتاح، ما تبقاش من وغش من جهته. السلسلة بوحدها، السلاسل بوحدهم راه بادين من 27 تطلع اختي، يقول لي قياسك ومرحبا بك، من 27 حتى ل 90 حتى ل 100 كاع ولا اكثر. سلاسل الكورميط راه هانتوما تنقول لكم من 27، اختاري اللي بغيتي على حسب المستطاع ديالك، والله يسخر لكم لينا ان شاء الله. كل واحد يمشي على حسب المستطاع ديالو، كاين شي واحد كيتجاوز داك الشيء اللي قادر عليه. هانتوما البنات كاين عاوتاني هذا الموديل هذا زوين، هانتوما شي حاجه فنه، هذا سامبل ما فيه لا حجر لا والو. هانتوما شوف الخدمه كي دايره، التعليقه راه واخا نعس عليها ما خافيش تهرسني. 5200 درهم، 104000 ريال. السلسله كيف قلت لكم دائما ديال الكورميط. وانتم البنات شي حاجه زوونه، تعليقه فنه، انتم سامبل اللي بغات شي حاجه. 5200 درهم، 104000 ريال، تعليقه زوينه، السلسله تبارك الله صحيحه وعمليه وشي حاجه فنه، شي حاجه اخر ما كاين في العصري. انتم البنات انتم اللي عجبتها شي حاجه مرحبا بها. كاين هاد الحويلقات زوينين، حجيره خضراء، شي حاجه فنه. هانتوما البنات ديال الطروات دي فيهم حجيره خضراء ملكيه، عندي الحمرين ديالهم صافي البنات، كاين الحمرين وكاين الخضرين صافي. راه كاين لي موديل ما كاينش الاشكال، 2100 درهم، 42 ريال. بالنسبه للاخت اللي سولتني الحلقات غيبقى معايا انا، غادي نحاول نوريك اختي البلاكا، شوف فيهم كاملين دوز عندي الخاص ومرحبا بك. راه قلت لك بادين من 20 ريال وانت طالعه صافي. بالنسبه لهادو 2100 درهم، شي حاجه زوونه اوفال، حجيره خضراء ملكيه، شي حاجه فنيونه تبارك الله. اللويز كيف قلت لكم ها هو فين هو، كاين ديال الراس، كاين ديال الراس، كاين ديال الفروج. ها انتم ها الفروج، ها هو تبارك الله، كاين ديال الراس، هاد فين حطينا هاد ديال الراس، ها هما ديال الراس صافي. اللي بغات الفروج هو فين هما، اللي بغات ديال الراس هو فين هو. ها الطابع ديال تبارك الله، شي حاجه فنه، شي حاجه ملكيه وزوينه تبارك الله. الناس اللي تعشقوا اللويز يدوزوا عندي الخاص، موجود الخير الحمد لله بدون افتخار وبدون تعالي على الحضور الكريم. شوفوا ندوز عندي الخاص، شنو لي الطلب ديالكم، مرحبا بكم والف مرحبا. نكمل لكم هاد الحلقات هادو ديال الكريول. السيده اللي سولتني على الغلاضين، هما الغلاضين اختي، هادو راهم غلاضين ماشي بحال الرقاق اللي شتي قبيلاتي، هادو راهم غلاض يعني زايدين النيفو. هانتوما البنات الله يعطيكم الخير، اللي ما قالش الكومونتير ديالها راه تنعتذر منها وتنقولها لكم وتنعاود ناكد لكم، راه العامل ديال الوقت هو اللي تيخلينا نزربو شي شويه، ما كرهناش نبقاو نفسر لكم ونوضحو لكم الى طلع النهار يعني تر الصباح، ولاني راكم عارفين كل واحد والاهتمامات ديالو. هانتوما البنات شي حاجه فنه ديال الكريول، شي حاجه فنه. شوفك الله عند هاد العيبه هادي، يعني انها صحيحه وما تخافيش على واجلك ولا تهرس لك، راه تيتفكسو هادو تا هما اللي بغات تفكسيهم فيكسيهم. 2350 درهم، 2350 درهم، 47 ريال الثمن ديالو، شي حاجه فنه. راه تلبسيهم يعني تبارك الله تبان بلي راك انيقه نيس، تبان راك عصريه بكل ما في الكلمه من معنى. هادو تبارك الله تاهما تيجيو زوينين، تيجيو مفتولين، هادو ماشي المبرومين، هادو راه مفتولين ولا الاخرين موجين عفوا، هادو نقولو حنا مبرومين ولا مفتولين، المهم
الصورة واضحة. صافي، هانتوما البنات، الثمن ديالو 1900 درهم، 38 ألف ريال، 1900 درهم، 1900 درهم. واش لويز 21 كارة؟ طبعا أختي، طبعا أم نعيمة، طبعا ديال 21 كارة، 3800 درهم. هانتوما البنات، شي حاجة فنة، هانتوما مبرومين، شي حاجة عصرية وأنيقة. بالنسبة للأخت اللي سولتني على الطروات دي، باش تبقى على خاطرك أختي، راه كاين طروات دي، كاين مدورين كي قلت لكم قبيلاتي، يعني نحاول نسيباري لك مدورين والأوفال. بقي معايا الله يعطيك الخير، دقيقة ولا فاصل ونواصل. هانتوما البنات، بالنسبة للطروات دي، هانتوما بالنسبة للأخت اللي سولتني على الطروات دي، فينهم أختي؟ ها ها الطروات دي، هما الأوفال، هما المدورين. انا اختي ما عنديش اشكال بزاف، راه عندي اشكال، عيد وزيد الخاص ومرحبا بك. ها انت اختي، ها هو ها الطروات، صافي اختي شفتي، ها الطروات دي اخرى عاوتاني، ها هما ديال الدمعه وديال الاوفال الكبار، كاين الصغار. ها انت ها الطروات دي، كنتمنى ما نكونش تعطلت على الاخوات. ها هو الطروات دي عاوتاني، اللي بغات الشكل ديال القليبه، فين هو ها قليب، ها هذا ديال الزيكزاك، هانتوما ها الطروات دي عاوتاني، هذا الدمعة الكبيرة، ها هما الدمعة الكبار، ما عندي خلاص ديال الوريدات حتى هما، كاين اللي مسرفين بالحجر. هانتوما البنات صافي، بقاو هذا مازال شكيلات اخرين، مي باش ما نكثرش على الناس. الاخت اللي سولتني هما ديال 1000 درهم، هما فين هما؟ ها هما فين تما، 1000 درهم و 1200 درهم، 1300، 1400. كاين هذو الطروات دي فيما الحجرات مسلتين في الحجرات ديالهم. هانتوما البنات، دوزوا عندي الخاص ومرحبا بكم. عندي شكيلات اخرين كاع، راه غارقين شي شويه مع السلعه، ما عندي كي ندير لهم. الاخت الكريمه دوزي عندي الخاص ومرحبا بك، باش تبقاي على خاطرك، انا وضحت لك. الاخوات جميعا كنشكركم بزاف صراحه على الحضور ديالكم، على الدعم ديالكم، هذا راه فضل منكم ان شاء الله، ومشكورين عليه، وجعلوا الله في ميزان الحسنات ديالكم. ونتمنى نتلاقاو ان شاء الله في اللايف جديد مع شي هميزات تكونوا زوينين، وهذا هو الثمن تاعكم مرفق. صافي البنات، يلا اللي بغات شي حاجه حاول دوز عندي، والله يسخر لكم وتصبحوا على خير.